كما في معظم دول العالم، فإن للسويد يومها الوطني الذي يحتفل به السويديون من الشمال إلى الجنوب باعتباره المعبر عن حدث مفصلي في التاريخ وممثلا لرمز وهوية وطنية جامعة. عادة ما يكون اليوم الوطني لأي بلد موافقا لذكرى الاستقلال أو تسلم شخص لمقاليد السلطة في بلده أو إقرار الدستور. والحقيقة أن اليوم الوطني في السويد الموافق 6 يونيو حزيران يحمل تاريخا لثلاث مناسبات للاحتفال في آن واحد. ففي مثل هذا اليوم من العام 1523 تم انتخاب غوستاف فاسا ملكا للسويد بعد أن وحد البلاد وأنهى هيمنة التاج الدنماركي على السويد. أما الحدث المركزي الثاني في تاريخ السويد الذي صادف نفس اليوم هو إقرار أول دستور مدني حديث يضمن حقوق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي وحماية الملكية الشخصية عام 1809، في حين كان الحدث الثالث بعدها بأكثر من 100 عام وتحديداً عام 1916 عندما تم اعتماد العلم الوطني السويدي الحالي رسمياً. فسمي 6 يونيو حزيران منذ ذلك التاريخ بيوم العلم. رسمياً بدأ الاحتفال باليوم الوطني للسويد عام 1983 عندما تم إعادة تسمية اليوم من يوم العلم إلى اليوم الوطني، لكن الاحتفالات في ذلك الوقت بقيت محدودة لعدة أسباب، منها أن اليوم الوطني لم يكن وقتها عطلة رسمية، وفقط مع حلول عام 2004 أقر البرلمان السويدي 6 يونيو حزيران عطلة رسمية بدافع رفع روح الاعتزاز لدى المواطن السويدي بجنسيته ووطنيته أسوة ببقية دول العالم، ليصبح انطلاقا من عام 2005 عطلة رسمية. ومنذ ذلك التاريخ شهدت الاحتفالات السنوية الرسمية والشعبية باليوم الوطني تطورا متصاعدا من حيث الشكل وحجم الحضور والمشاركة في مختلف المدن والبلديات من الشمال إلى الجنوب. بهذه المناسبة يرتدي بعض الناس الزي الوطني، وتكون الملابس بطبيعة الحال مختلفة ومتنوعة الألوان تبعاً للمقاطعة التي ينحدر منها المرء في السويد. ومن مظاهر الاحتفال إطلاق الألعاب النارية ورفع الأعلام الوطنية الزرقاء والصفراء على السور في الشوارع وعلى الأبنية الحكومية والخاصة وتوزيعها على المرة، كما تعزف الموسيقى التقليدية وتقام العروض الفلكلورية الراقصة برعاية البلديات في الحدائق العامة في جميع أنحاء البلاد. كما أصبح شائعا في مختلف أنحاء السويد أن يتم الاحتفال باليوم الوطني بإقامة حفلات الشواء والتنزه وتناول شطيرة التوست المالحة سمورغوستورتا الشهيرة. الاحتفال باليوم الوطني لا يقتصر فقط على فكرة التجمع بالساحات العامة والغناء ورفع الأعلام أو حتى تمضية اليوم في المنزل والاسترخاء، فبالنسبة للحاصلين حديثا على الجنسية السويدية هو يوم خاص بحد ذاته، حيث تقام لأولئك الذين حصلوا على الجنسية خلال العام احتفالية تتضمن فقرة خاصة في برامج احتفاليات اليوم الوطني الذي تقيمه البلديات التي يعيشون فيها، وعادة ما تتضمن الفقرة توزيع شهادات الجنسية والأزهار على المواطنين الجدد وسط تصفيق الحضور. يحتفل القصر الملكي سنوياً بأن يكون الدخول إلى متحف القلعة ومعارضها مجانياً من 10 صباحاً وحتى 9 مساءً، وفي كل عام تشارك العائلة المالكة في احتفال اليوم الوطني المقام في متحف سكانسن، حيث تغادر العائلة المالكة القصر الملكي قرابة 6:00 مساءً في عربات تجرها الخيول من المدينة القديمة إلى سكانسن، حيث تقام الاحتفالات الأضخم بهذه المناسبة وبفقرات متنوعة من التراث، ويقدم أطفال يرتدون الزي التقليدي باقات الزهور للملك والملكة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن صاحب الفكرة الأصلية بإحياء يوم وطني للسويد هو نفسه مؤسس متحف سكانسن والرائد على الصعيد الأوروبي في العرض الإثنوغرافي إرتور هازيليوس، الذي أقام أول احتفال باليوم الوطني للسويد في 6 يونيو حزيران لعام 1893.